الكرة دائما الفرصة لأن تسترد الاعتبار، أو إنك لو زعلت النهاردة نفس الكرة اللي زعلتك في نفس المسابقة هتفرحك. الكابتن ياسر الكناني نجم الكرة المصرية والمنصورة هو أبرز ما ممكن أن يحكي لنا عند خسر من المصري وهو يقود المنصورة، ثم واجه طلائع الجيش وهو يقود منتخب السويس ففاز ومر إلى دور الثمانية. كابتن ياسر أهلا بيك، منورنا. اهلا بيك وسهاني، خالص التحية ليك ولكل مشاهديك الكرام، وسعيد ان انا اكون متواجد معاك عبر قناة صدى البلد. احنا اسعد، كل سنة وحضرتك بألف خير ومليون مبروك التأهل لربع نهائي كأس مصر. يعني طبعا في البداية بنهني الشعب المصري كله بعيد الأضحى المبارك، ونقول عيد سعيد كده، ربنا يكرمنا علي يا رب كل المصريين، يا رب. ويكون عيد مبارك علينا كلنا بكل الطوائف كده بإذن الله، متجمعين في حب مصر إن شاء الله. آمين يا رب. الحاجة التانية، يعني زي ما انت قلت، تملي باستمرار اي موقف يقابلك واي عثرة تقابلك واي مطب يقابلك، لازم تاخد منه قوة ويمنحك قوة ان انت بتكمل مسيرتك وبتكمل خطوتك، ويزيدنا اصرار ويزيدنا عزيمة. أيوة بالامس مباراة المصري والمنصورة، الحمد لله يعني قدمنا مباراة برضو كويسة، مباراة فنية كويسة، كان التوفيق مش حالفنا. كان ليا الشرف وبشكر مجلس إدارة السويس ان هم اختاروني ان انا اكون موجود في منظومة كرة القدم في نادي السويس، وده نادي عريق، واكون واحد من افراد المنظومة. يعني النهاردة كانت مباراة مهمة جدا جدا في دور الـ16 مع نادي طلائع الجيش. الحمد لله نادي السويس نادي عريق، نادي كبير، اشتغلنا في كلنا، ما فيش واحد بينجح لوحده. طبعا يا كابتن هاني، وانت عارف ان صح كرة القدم منظومة، طبعا. الجماعية هي اساس النجاح. انتهى عصر الفرد ده، او ما عادش واحد لوحده صح النجم الاوحد، كلنا كمنظومه اشتغلنا رحنا، فعشان ندي كل واحد حقه. برضه انا رحت في دور الـ16، لازم اهدي الفوز للكابتن محمود المدير الفني اللي قبلي، لان هو صعد مع كسب فيوتشر قبل كده، صح فبهدي له المكسب. الحاجه الثانيه، انا برضه رحت على جهاز فني محترم بقياده الكابتن اينو، كابتن حسام حسن، كابتن محمود فتحي، وكان معايا في نفس الوقت اللي احنا جينا فيه كابتن مصطفى هنداوي، ده قامه كبيره جدا جدا كمدير كوره وليه باع كبير في نادي بتروجيت. جينا الحمد لله رب العالمين، اشتغلنا كلنا كمنظومه. انت عارف ان الفتره القليله انت مش هتقدر تشتغل فني، كنا بنشتغل على العامل النفسي، ايوه زي ما في اعداد فني، زي ما اعداد في فني واعداد بدني، كلنا لازم ما نغفلش الجانب النفسي، طبعا. لان الجانب النفسي ازاي انت تقنع لعيب القسم الثاني ان هو لا يقل اهميه عن لعيبه الدوري الممتاز، صح وان هو يدخل وهو نفسيا مش خسران، او هو نفسيا عنده ثقه في نفسه وفي زمايله وفي جهازه. ده كانت النقطه اللي بنشتغل هل عليها. من ضمن الناحية النفسية دي العناوين كلها بقالنا أسبوعين ثلاثة بتتكلم إن طلائع الجيش لا يجد من يهزمه، 16 مباراة متتالية بدون خسارة، هل ده كان محور حديثك كابتن ياسر مع لعيبتك؟ إزاي اتناقشت في النقطة دي لو حصل؟ يعني طبعا دي نقطة مهمة جدا جدا، ان طلائع بقاله فترة كبيرة ما بيخسرش، وان هو مباريات كتيرة، فكنا بنحلم كلنا مع بعض وبنتكلم وبنقول تخيل ان انت تلحق بيه هزيمة من المدة دي كلها، الله. فالناس كلها هتتكلم عليك والناس كلها هتجبرهم على احترامك. ثاني حاجة، احنا اشتغلنا على ان الدافع لعيبة القسم الثاني فرصة ان هم يسوقوا نفسهم في بطولة المفاجآت، بطولة ما لهاش مقياس الا بطولة الكاس، فرصة يظهروا للناس. صدقني يا كابتن هاني، تحت في مناجم ذهب، انما يعني احنا غصب عننا بنسلط الضوء على لعيبة الدوري الممتاز، فانا بقول لهم حاول ان انت تظهر وتسوق نفسك وتظهر بمظهر يليق بيك، وتقدر تنقل نفسك وتنقل اسرتك لمستوى، بس بشرط ابعد عن الفرديه، لان الاستديوهات والناس هتتكلم عن الفريق الفايز، الفريق ذات الاداء الفني المتميز، مش صح هتتكلم عن الفريق صح الخسران. فاشتغلنا على النقطه دي. تاني حاجه، احنا عندنا حاجه كبيره جدا جدا بتدفعنا للامام، اللي هو الانديه الشعبيه، ان كان انديه المؤسسات غنيه بفلوسها، فالانديه الشعبيه غنيه بجماهيرها. مظبوط. كنا احنا بنستمع وحشنا كنا منتخب السويس عموما، فمبسوطين ان احنا بنشوفه في الكاس، اي نعم على فترات، لكن ان هو كمان يكسب وهيدينا فرصة نشوفه تاني، وده هيديله دفعة في الدوري. النادي والفريق ده نفسه وحشنا زي الاندية الجماهيرية اللي غايبة عننا. يعني طبعا وجود انديه المؤسسات والشركات طبعا ادت للدوري قوه فنيه وادت للدوري رونق، انما ما زلنا كلنا يعني بنقول المنصوره، بنقول الفرق السويس، الفرق العريقه، لان هو دوري جماهيري، فاحنا كنا بنشتغل على العامل ده، ان جمهور السويس جمهور كل حياته الكوره، بيتنفس كوره، نفسه يعني احنا لما بنكسب احنا بنتقاضى اجر اجر، واللعيبه بتتقاضى اجر، انما هم فرحتهم ويروح كل واحد رايح بيته فرحان، ده هو الاجر بتاعه. فكنا بنشتغل على ان الجمهور احنا نحاول نفرحه ونحاول نشتغل. الناحيه الفنيه، الناحيه النفسيه انتهت،
وخلاص. بس الناحيه النفسيه مهمه، بس برضو في نواحي فنيه. نواحي فنيه انك انت بتدرس الفريق المنافس بتاعك دراسه كويسه، نادي طلائع الجيش الكابتن طارق العشري من المنظومه الدفاعيه اللي هو غالبا كل ماتشاته 1-0 1-0 صح 1-0، فلما بيجي لما هو بيتقدم ما بتعرفش ترجع له الفرق صح الدوري ما بتعرفش ترجع له تاني، لان هو مدرسه الكابتن جوهري التنظيم الدفاعي والتقفيل. صح فاحنا كان لازم نخلق سيناريو مغاير، سيناريو مختلف، وده من الشطاره. وكنا بنتكلم مع اللعيبه ان انت كل ما خدت المنافس بتاعك لسيناريو غير فهيلعب بطريقه لعب مش متعود عليها. احنا كنا وقت من الاوقات بنضغط عليهم من قدام علشان خاطر نقول لهم احنا مش مظبوط جايين خايفين، وبدي لعيبتي ثقه، لان اللاعب المصري كل ما انت رجعت لورا ده بيهزه شويه وبيحس ان هو اقل من المنافس. صح فاحنا ضغطنا من قدام، قسمنا الماتش تقسيم كويس. تاني حاجه يعني احنا قلنا لهم وقت من الاوقات ان احنا لما بنرد وبنشتغل في فروق فنيه، طبعا لازم نعترف ان في فروق فنيه، تمام انت بتتغاضى بتعرف تكسر الفروق الفنيه ديت، او بتحاول ما تخليش فروق عن طريق الشغل الجماعي صح. والمنظومه الدفاعيه او خدت المنظومه بالي يا الجماعيه كابتن للفريق. ياسر، كلامك جميل جدا الحقيقه، انك بتشرح حالات اعتقد ان هي مهمه لاي مدرب ولا اي فريق بتعرف بيها تزيل فوارق ما بينك وما بين اي نادي تاني. خدت بالي كمان اهتمامك بالكرات الثابته، يعني حتى ضربه الجزاء، يعني ضربه الجزاء باسم عادل لعبها بشكل ذكي وموجهها، مش كره عشوائيه، مش كره قويه وخلاص، دي كره في زاويه وفي زاويه عاليه. ده غير اللقطه الجميله بتاعت الفاول اللي 4 5 لعيبه عدوا من الكوره فاربك دفاعات الطلائع وكانت هتسجل هدف للفريق. أعتقد دي نقطة بتركز فيها بقوة كابتن ياسر. يعني الحمد لله رب العالمين، الضربات الثابته هي ممكن تخلص مباريات كتيره كابتن هاني. وتخيل ان ليفربول عندهم توماس جرونمارك ده اللي هو الدنماركي بيشغال على رميه التماس فقط لا غير، مظبوط عمل 50 رميه تماس بطريقه مختلفه على الشورت والميدل واللونج، يعني اشتغل على الاوت الصغير والمتوسط والطويل 50 شغل على رميه التماس. تخيل ان من كل الاحصائيات في اوروبا بطوله الامم الاوروبيه وجدوا ان كل ما يجي رمي التماس ان الفريق بيفقد الكوره بنسبه 60%، فكان العمل عليه. الضربات الثابته مهمه جدا، احنا الحمد لله مع نادي المنصوره قبل كده اشتغلت فاول في مع نادي انبي اللي هو كان فاول الصف واتحط بشكل كويس ودخل جون، والحمد لله كان فاول كويس جدا، ممكن حتى يعني الناس هتبقى متذكراه. ايوه الضربات الثابته لا يمكن اغفالها، لان كل مدرب بيشتغل على التفاصيل، وان كان الشغل الهجومي او الشغل الدفاعي ده مهم، انما الضربات الثابته عنصر. وكل ما شفت الفاول الصف يا دكتور كل ما زاد العدد كل ما المفروض في تناغم وانسجام بين اللعيبه، كل واحد رايح فين وكل واحد شغال فين. فالحمد لله الضربات الثابته عنصر مهم، وزي ما احنا بندور على الضربات الثابته الهجوميه لازم نقول ان طلائع الجيش معظم اهدافه في الاخر من ضربات ثابته. ليه؟ الماتش صح الاخير اللي في فيوتشر ميدو جايب الرقعه، حط الكوره على الايم الاول، احرزها لاعب فيوتشر في نفسه. مظبوط فاحنا كنا زي ما انت بتدرس الضربات الثابته اللي ليك وعايز تشتغل عليها، لازم بنشتغل على المنافس برضه. لما تيجي تلاعب الكابتن طارق العاشري مش زي ما تيجي تلاعب الكابتن حسام حسن، مش زي ما تيجي تلاعب اي مدرب، كل مش مدرب زي لما له تيجي تلعب اسلوبه. الكابتن عبد الحميد بسيوني في الدور اللي بعده، او لما تلعب ريكاردو سواريش لو عملت مفاجأة وكسبت وبعديها لعبت الاهلي. فطبعا كل مدرب وليه افكاره. لو لعبت الكابتن بسيوني، شايف ايه اهم ما يميز سموحه يا كابتن ياسر دلوقتي؟ يعني في الاول احنا لازم نسأل نفسنا ليه لا؟ ليه لا؟ ليه صح لا؟ ديت يعني لازم نحلم، بس اهم حاجه ممتاز الحلم اللي بنحطه قدام نفسنا يقابله اخلاص وجهد جوه الملعب، صح مش كلام وخلاص. انت بدم ليك هدف وليك حلم، ثق تماما ان محدش هيبعدك عنه، محدش هيوصلك، محدش هيبعدك عن الحلم بتاعك، غير انك انت تستسلم في نص الطريق. انا كل الشغل مع اللعيبه ان انا بقول لهم ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نقدر، طول ما احنا رحنا مع بعض ومنظمين وعارفين كلنا بنعمل ايه في الملعب. طريقه لعبي طبعا